بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الخلق سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعطيكم العافية جميعا، اللهم ارضى عنكم وبارك فيكم يحميكم أنتم وأهليكم وجيرانكم وأصدقائكم وأحبابكم، ويحمي بلدنا وقيادته وكل من فيها. اسمع، ستكون بإذن الله تعالى الآلة الحاسبة مسموحة بامتحانات الرياضيات والفيزياء والكيمياء، وإن شاء الله رب العالمين وزيرنا الرائع يوافق على أن تكون الآلة الحاسبة العلمية. هذا الخبر الأول وسيصدر قريبا. لن يكون هناك أي إلغاءات أو حذوفات في المواد العلمية الثلاث: بيولوجي، فيزيكس، كيمستري، فيزياء، كيمياء، أحياء. ما فيها أي أشياء ستحذف. بالنسبة للرياضيات، الشيء الوحيد اللي نجحنا في الحديث عنه أنه براهين النظريات هي للعلم بها، يعني نوع من التبرير، خلينا نحكي زي الدعم البياني. الحركة التوافقية البسيطة ستبقى كما هي مطلوبة، ولكن ضمن إطار كثير ضيق، وهي الإشي الوحيد اللي تقريبا إحنا ما أخذناه، كنت أقول تمهلوا. والإشي الوحيد اللي نجحنا فيه إنه نقول لا ضرورة له، ولو إني أعطيتكم هيك شوي صغيرة عنه، إنه هي قيم إكس التي يكون غير قابل للاشتقاق عندها. يعني ما بدنا ندخل بهاي البوتقة تبعت غير قابل للاشتقاق ومين قابل ومين مش قابل، هي بس إذا كان طلب المشتقة باستخدام التعريف عند نقطة نوجد هذا التعريف. تمام. الحركة التوافقية البسيطة وما سيطرأ عندكم من أسئلة واستفسارات وكل ما نحتاجه لغاية المرحلة اللي راح أنهيها اليوم راح تكون بحصة خاصة يوم الأحد، حتى أعطي فرصة وهامش كبير للكل 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 يكون جاهز ومستعد حتى ننطلق بالمعدلات المرتبطة. يعني بواقي ورواسب الوحدة الأولى، الحركة التوافقية البسيطة، راح بإذن الله تعالى يوم الأحد القادم أعطيكم إياها، الحصة القادمة يعني للجميع. وكل من لديه استفسارات وأسئلة اليوم يخبي لي إياها عشان أعطيكم المجال المرة الجاية تسألوا ما شئتم، سواء اللي عنده من الوحدة الأولى راح أجيب الكتاب معاي، كتاب المدرسة، كتابينا اللي موجودين بين إيدينا، اللي عنده استفسار عنده شغل، لأنه ملف سنغلقه، وخاصة أنه عملنا امتحان واختبار بالوحدة الأولى، وبالمناسبة إجاباته موجودة PDF للجميع، والحصة اللي انعملت لايف نزلت لكم إياها على شكل حصتين حتى يكون الوقت منطقي ومعقول ومقبول. المنحنيات خلاصتها، والحصة الماضية بديت أدخل في عالم ضع دائرة الاستفسارات والأسئلة اللي بتيجي، وهاي راح تكون مغطية تماما كأنها أدمجت مع الوحدة الأولى. بدكم تنتبهوا أنه في خصائص المنحنيات في المسائل التقليدية، اللي هي إشارة F برايم وما ينتج عنها من تزايد وتناقص وعظمة محلية وصغرى محلية وقيم قصوى وإلى آخره، وإشارة F double prime اللي بينتج عنها التقعر لأعلى ولأسفل. الأسئلة التقليدية اللي قد يكون إما سؤالين في الامتحان، واحد من هذول واحد من هذول، أو سؤال سميناه الشامل، وهذول أنهوا حديثهم في الحصص الخمس الأولى. في الحصة السادسة بدينا نتحدث عن شيئين ثانيات: تفسيرات وقواعد لكثيرات الحدود أو مجاهيل، خلينا نسميها تفسيرات. إنه لما بيكون معي المشتقة موجبة، وين المشتقة موجبة، ومين اللي مشتقتها موجبة، وإذا المشتقة موجبة مين بتكون النقطة معانا، يعني قصص زي هيك، الأسئلة الجميلة اللي حليناها واللي بعضها أتعب بعضكم واللي بعدها أمتع بعضكم.
اليوم راح نحل 3 أسئلة على هذول، بعدين راح ندخل في شيء اسمه تحليل ومناقشة الأشكال البيانية. يعني أنا قسمت لكم كتابنا ضمن هاي النمطية، بلشت أول فيكم بالصفحات كثير في هاي الأسئلة، بعدين دخلنا المرة الماضية بالتفسيرات وأخذنا جزء مهم من القواعد، يعني كيف نجد قواعد كثيرات العدود. اليوم بدي أكملهم هيك بجودة عالية ونتفرغ لهدول، وبنكون سكرنا الدرس الأول اللي هو حسب كتاب الوزارة الدرس الثاني، وفيه بعض التفسيرات الفيزيائية الخرافية. حصة اليوم حقيقة قوية جدا 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 وممتعة جدا 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 وتتحدى الفكر. واليوم اللي فيكم مرشحين للميتين اكتشفوا مواهبهم. إذا هاي خلاصة حديثنا مع إغلاقنا لحصة اليوم ويوم الأحد زي ما حكيت الحصة الجاي. اللي عنده أسئلة، اللي عنده استفسارات حتى من الشباب والصبايا اللي بالمراكز أو اللي بالمسجل، وتحبوا تبعتوا أسئلة للجروبات اللي أنا أناقشها المرة القادمة حتى نغلق هذا الملف ونتفرغ للمعدلات المرتبطة، التطبيقات العملية على القيم القصوى، ثم الدخول بهدوء وأناقة لوحدة الأعداد المركبة اللي ستبدأ بسيطة للدرس الأخير فيها مش بطال، وفي هندسة ومحل هندسي إشي ممتع. بسم الله على بركة الله نبدأ، وآمل الجميع نركز. اليوم ما رح يكون في مجال للحوارية إلا لما بفتح الشاشة لبعض الأسئلة الناقدة جدا. بقول السؤال الأول: ما قاعدة كثير حدود من الدرجة الثالثة؟ يمر بالنقطة 0-2، يعني صورة 0-2، والنقطة -1 و4 نقطة انعطاف. يمين المماس عندها كل هالدنيا يا واش يا واش. طالما انت حكيت لي من الدرجة الثالثة، اذا اف الاكس منطقيا اي اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع زائد سي اكس زائد دي، اليس كذلك يا ابنائي؟ قولوا لي نعم. المرة الماضية حلينا مجهولين وثلاث مجاهيل، اليوم اربعة، بدي اربع معادلات. والله شايف لك انعطاف ومماس، يعني في أشياء بدها إف برايم بصراحة، وفي أشياء بدها إف دبل برايم بصراحة. صحيح، أحب الصراحة. إف برايم 3 اي اكس تربيع زائد 2 بي اكس زائد سي، والإف دبل برايم 6 اي اكس زائد 2 بي. حضرتم تحضير مسبق قبل أن نتورط، أوكي. لما بقول لي يمر بالنقطة 0-2، لا حكى عنها عظمى ولا حكى صغرى ولا، معناها كل اللي عندي إنه إف الصفر تساوي 2. إف الصفر هون في إف الإكس، صفر زائد صفر زائد صفر تطلع من هذه تساوي 2. المعادلة رقم 1، ولا سهل يا أستاذ. قال لي النقطة -1 و4 انعطاف. شوف شو حكينا الحصة الماضية. -1 و4، -1 صورتها 4، هذا ما نحكاش فيه. يعني اف -1 4، اوكي. ولكن إذا قال عظمى بقول له اف برايم كمان صفر صغرى. قال لي لا، هو انعطاف بحكي. بقول له انعطاف، انعطاف هاي الاف دبل برايم -1، لانه هي -1 و4 نقطة انعطاف هي بدها تساوي صفر. اما لو قال -1 و4 عظمى كان بقول له اف برايم بس مش دبل برايم. اف -1 4 معناها يا حبايبي يا أصدقائي بالإف، A في -1 تكعيب سالب A زائد B سالب C زائد D اللي هي 2 تساوي 4. هاي المعادلة رقم 2.
طب والاف دبل برايم عشان انعطاف السالب واحد نفس النقطة، اف دبل برايم بنعوض باف دبل برايم 6 اي اكس سالب 6 اي زائد 2 بي يساوي صفر. وهاي المعادلة رقم 3 ما بكفوا، بدنا المعادلة الرابعة. ايوه حلوت القعدة. بقول ويميل المماس عندها تعود لنقطة الانعطاف بزاوية باي على 4 على محور اكس الموجب. احنا ما بنحكيش في هذا المنهاج محور السينات، نقول محور اكس. شو هاي يا استاذ؟ هي رجعتنا للوحدة الاولى. يعني تطبيق هندسي، خلط الانعطاف بالعظمى بالصغرى بالحرجة بالمماس. طيب مش احنا اصحاب المقولة عند نقطة التماس ميل المنحنى يساوي ميل المماس؟ والله احنا مش احنا اللي بنقول ميل المنحنى اف برايم الاكس مشتقة، وميل المماس ام. نعم احنا اللي بنحكي. طيب هذا عند نقطة التماس، بس ما هي نقطة التماس سالب 1 و4. شو عرفك؟ هو حكى، هيو اقرأوا شو كاتب. بينما تمثل النقطة سالب 1 و4 نقطة انعطاف، يميل المماس عندها. يعني هاي اكس واي قصدك؟ بالضبط، استخدمناها الواي اف الاكس. اوكي اقول له يعني اف برايم الاكس يعني اف برايم السالب 1 تساوي ام ميل المماس. بس مش قال لك يميل بزاوية باي 4 محور اكس الموجب؟ والله حكى يعني تاني الزاوية. مين هو هذا تاني الزاوية؟ الام. اي ام؟ ميل المماس. ميل المماس تاني زاوية الميل لمحور اكس. يعني كل هالطوشة هاي طلعت لي بالاخر انه اف برايم السالب 1 تساوي 1، لانه تاني الباي 4 1. فبرجع بعوض باف برايم 3 اي في سالب 1 تربيع 3 اي ناقص 2 بي زائد سي يساوي 1. هاي المعادلة رقم 4. هلا كيف بدي احل 4 معادلات؟ ولما بتحل 4 معادلات كل تنتين سوا. طيب الاولى دي تساوي 2 خالصة، الثانية اي وبي وسي، الثالثة A و B، الرابعة A و B و C. معناها بدي أخذ الثانية والرابعة مع بعض. الثانية والرابعة، نعم الثانية والرابعة لأنهم بيلبقوا لبعض. بجيب المعادلة الثانية سالب A زائد B ناقص C تساوي 2، وديت 2 عند الأربعة، هاي المعادلة الثانية. وبجيب المعادلة الرابعة 3 A زائد 2 بي زائد سي تساوي 1، بعمل عملية جمع. ليش؟ مشان أخلص من السي. بتصير 3 اي ناقص اي 2 اي، 3 اي ناقص 2 بي زائد سي، صح؟ اثنين A ناقص B تساوي 3. هاي معادلة جديدة بتمشي مع المعادلة الثالثة. المعادلة الثالثة بتحكي سالب 6 A زائد 2 B تساوي 0. من مين جاي على بالكم تخلصوا؟ والله يا أستاذ جاء على بالنا من A بدنا نضرب هاي بثلاث، جاء على بالنا من B بدنا نضرب هاي باثنين. هاي ضربنا باثنين تصير 4 A ناقص 2 B تساوي 6. راحت البي مع البي، سالب 2 A تساوي 6، إذا A سالب 3. اللي عرف A ببساطة بيعرف B،
من أي معادلة؟ من أي معادلة بدكم إياها؟ من المعادلة الثالثة. من المعادلة الثالثة، سالب 6a يعني هون هاي المعادلة، سالب 6a بتصير 18 زائد 2b تساوي 0. إذا 2b يساوي سالب 18، إذا b سالب 9. طيب لعند هون الأمور أحلى من هيك عبث، هاي A و B و D عندنا، بدنا C من هاي المعادلة من الرابعة. يلا هاتوا المعادلة الرابعة، 3A، 3A يعني سالب 9 ناقص 2B زائد 18 اللي هي ناقص 2 في ناقص 9 زائد C تساوي 1، بتطلع C تساوي 1 ناقص 1 زائد 9 10، 10 ناقص 18 ناقص 8، وبترجعوا لي اف اوف اكس زي ما هو، اي سالب 3 اكس تكعيب زائد بي تكعيب تكعيب زائد بي اللي هي ناقص 9 اكس تربيع زائد سي اللي هي ناقص 8 اكس زائد دي اللي هي هاي. السؤال النمطي فيهم تاني نفس الشيء، كثير حدود من الدرجة الثالثة، والله لا اكتب له نفس الحكيات. اف اوف اكس كالمعتاد اي اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع زائد سي اكس زائد دي. طيب اف برايم سأحتاج لها 3 اي اكس تربيع زائد 2 بي اكس زائد سي، ثم اف دبل برايم الاكس 6 اي اكس زائد 2 بي، وخليهم المؤونة. شو بحكي لي؟ يمر بالنقطة 1 و5 ولا جاب سيرة أي شيء. يمر بالنقطة 1 و5 يعني اف الواحد اللي هي A زائد B زائد C زائد D تساوي 5. كل هذول والله بتغلب. بعد شوي ومعادلة المماس، معادلة المماس هذا كان يميل المماس لمنحناه عند نقطة الانعطاف، برضه 2 و1 انعطاف، يعني بالعربي اف 2 تساوي 1 وف دبل برايم 2 تساوي 1 قول لا تساوي 0. من الحصة الماضية حكيناها اف 2 و1 اكيد، على فكرة طالما هاي معادلة المماس لازم النقطة 2 و1 تحققها، عوضنا محل اكس 2 3 في 2 6 زائد 1 7، وبالتالي لو ما حكيت لكم 1 تركوا نقطة الانعطاف x تساوي 2 تحطوا تطلع y 1 تحطوا محل x 2 y تساوي 7 ناقص 6 1. اوكي يعني هي خدعة، بعد شوي راح اعلمكم اياها. يعني هاي معادلتين f 2 تساوي 1 لانه عند نقطة الانعطاف صورة 2 1 بعوضها ب f 8 a اوف زائد b في 4 4 b زائد 2 سي زائد دي تساوي 1. يا الله وف دبل برايم 6 اي زائد 2 بي تساوي 0. استاذ شو بده يحلهم هذول؟ لسه بدها معادله. ايش اللهم اجعله خير. احنا عوضنا 1 لازم نعوض 2. والله يا عمي لازم نعوض 2. الله يسامحك يا عفوري على هالتعويضة. ها صح صح الشباب والصبايا اليوم. اف دبل برايم 2 12 زائد 2 بي تساوي 0.
طب وبدنا معادلة ثالثة، بتقولي معادلة المماس. معادلة المماس عند 2 و1 هي، اوعوا تخلوها هيك، تذكروا زمان كنا نخليها واي موضوع القانون. يعني ميلو سالب 3، ميلو سالب 3، يعني شو رايكم؟ نقول نفس الشيء عند نقطة تماس. يا الله شو بالك طويل. اه والله هيك بحب. ميل المنحنى يساوي ميل المماس، اوكي. ميل المماس ام، وميل المنحنى اف برايم الاكس، صح. الاكس عند نقطة تماس 2، وميل المماس سالب 3. بتقولوا ليش كيف عرفت؟ ما زعل، بتصير اف برايم 2، اف برايم 2، اف برايم 2، شو اف برايم؟ 3 اي اكس تربيع، يعني 12 اي. ايوه 12، ما هي 3 اي اكس تربيع زائد 2 بي اكس، يعني زائد 4 اكس، زائد 4 بي عفوا، الاكس 2 زائد سي تساوي سالب 3. شو بدي احل المعادلات؟ هاي A و B أسهل واحدة، هاي A و B و C. والله ولا والله لازم أخذ الأولى مع الثانية وأخلص يا جماعة من دي، أخلص من دي. آه أخلص من دي، هاي ها بدي أجيب A زائد B زائد C زائد D تساوي 5، صح. وبدي أخذ 8 A زائد 4 بي. فكرك استاذ بيجيبوا هيك سؤال استبعده جدا، زائد 2 سي زائد دي، بتعطيكم بس مخططوا وتكملوا انتم الكتاب يساوي 1. بتخلصوا اول شيء بتغيروا الاشارات مشان تخلصوا لي من دي. لما بنجمع اي ناقص 8 اي ناقص 7 اي، بي ناقص 4 بي ناقص 3 بي ناقص سي تساوي 6. هاي المعادلة مع مين بدها تركب؟ مع المعادلة الأخيرة، مع هاي، عشانها سالب 12 ايه مش سالب 12 زائد 4 بي زائد سي تساوي سالب 3. جمع فوري بدون تغيير إشارات، راحت سي مع سي، هاي بتنزل 5 ايه زائد بي تساوي 3، هاي مع 12 ايه، يعني بس نضرب هاي بسالب 2 مشان تصير سالب 10 ايه ناقص 2 بي تساوي سالب 6، وتجيبوا مع هاي 12 ايه زائد 2 بي تساوي 0. شو خبصنا؟ خبصنا اشي ناقص 10 ايه ناقص 2 بي تساوي ناقص 6. شو اللي غلطنا فيه؟ ضربنا بناقص 2، هاي زائد بي صارت ناقص 2 بي، وهاي 5 ايه صارت ناقص 10 ايه، وهذيك 12 ايه زائد 2 بي 0. غلطنا مش راح اصلحها. هاي 2 ايه تساوي سالب 6، إذن إيه سالب 3، وتكمل المسيرة فيما بعد.